هذا الفيديو الاخوان اللي هنايا، هذا هو المدير اللي شرد العمال ديال سيكوم، هذا هو المدير اللي ادى لهم الضمان الاجتماعي مده 6 سنين وعامين ديال لامو ديال التغطيه الصحيه، هذا هو المدير اللي ادى الاجر شهر 10 وديال شهر 11، هذا هو المدير اللي جوع الناس هذه 9 شهور، هذا هو المدير اللي جابتو الداخليه وردوا له الشركه بسميتو، هذا هو المدير اللي تعطى له الدعم وكلاه، هذا هو المدير اللي خدم في كورونا ودار الفلوس في جيبه ولاح العمال، هذا هو المدير اللي التزم مع السيد الوالد جهات فاس مكناس وما التزمش، التزم وما نفذش، هذا هو المدير اللي داير فضيحه في المدينه ديال مكناس، هذا هو المدير اللي المدبر ديالو هو التازي مصيفطو باش يشرد العمال، الان شدو اليوم العمال ديال سيكوم، قالك السلطه ما لقاتوش، فبالله عليكم واش السلطه لا بغات شي حاجه واش ما كتوصلهاش في بلادنا، وخلينا ديك الامه كتموت بالجوع، الله يجازيكم بخير، الى ما نشروا هذا الفيديو وعاونونا بالبارطاج الفيديو والاوديو. هذا هو سرق 5 راه ما محتجين في العماله 500 العمال سرقهم ديال العمال تسيكم كان هارب بالاضافه على ان فاش حاصروه الاخوان ولقاوها الاخوان بانه ضرب السيده وتعدى عليها راه ضاربها راه طايحه سخفانه في الارض واش ما كاين حق في هاد البلاد عاونونا الله يجازيكم بخير حتى في هاد الاوديو الثاني حسبي الله ونعم الوكيل واش حنا كنموتو نهار على نهار الناس كطيح يوميا كطيحوا فينا ثلاثه د الناس اربعه ها اللي فيها السرطان ها اللي فيها الدياليز ها اللي فيها القرينه الكحله والسلطه كتفرج فينا عاونونا الله يجازيكم بخير بالاوديوات بجوج وبالفيديو الله يبارك من الوالدين حتى الصحافه دار علينا الحصار ما تيجي عندنا حتى الصحافي كناس بعدا حتى الصحافه اللي خارج الكناس يشوفوا معنا هذا المشكل ويبارطاجيو معنا الفيديوهات الله يرحم الوالدين تنطلبوا الله يلعن يبارطاجيو معنا تنطلبوا من المواطنين من طنجه للبويره داروا علينا الحصار من كل جهه وطريقه حنا راه مآمنين بالقضيه ديالنا حنا منصوب علينا بالقانون النص بالاختيال اللي ما قد عليه حتى واحد لا سلطه ولا حتى واحد ما قد عليه ومره اخرى تناشد سيدنا يشوف فينا ان شاء الله ويحل معنا هذا المشكل راه حنا ما غنتازلوش راه حنا ما غنهزموش اما ناكل او لا ناكل لن نستسلم ننتصر او نموت